كده خلاص انت حر. هعمل لك ايه؟ انا بشتغل وبشتغل صح وبشتغل بروفيشنال، انت شايف نفسك انت حر بقى، انا مالي. انا عجبني اللي حضرتك قلته يا كابتن من شويه، انتوا بتبرروا ليه؟ يعني انا مندهش ان احنا داخلين، احنا فاضل، احنا النهارده 11 ديسمبر، نعم، فاضل 20 يوم ونبقى في سنه 2025 مظبوط، وبنتكلم هي البطوله حقيقيه ولا مش حقيقيه. ايوه، عندنا ويب سايت كان فيفا في كاس وعندنا النهارده باين. براندنج وعندنا يعني براند في استاد القاهره. في حد عاقل في سنه 2025 في حد هيدخل يحط لوجو الفيفا ويحط ويعمل ويحط هيصنع كاس. هل دي حاجات تناقش؟ في حد هيصنع كاس باسم والله هل فيفا؟ دي حاجات تناقش؟ تسرب بليل. يعني نعم، هل دي حاجات يتفتح لها مجال للنقاش؟ هل مفتوحه. هنتناقش؟ ده للاسف طبعا. احنا يعني في مراحل غريبه جدا جدا، وانا مندهش ان ناس، انا ممكن اتفهم ده من ناس جمهور. بغرض المكايدات، انا افهم ان جمهور بيرخم، ماشي. جمهور بيرخم عليك وانت كسبت بطوله ملهاش لازمه وانت، لكن ده يناقش بين اعلاميين وصحفيين وناس كبار لعبوا في انديه كبيره ما هو فضل، ومنتخبات. فضل يعني ده شيء والله، مدهش، فضل انا شيء حضرتك، مدهش. انا كنت، بحبك بالله، انا كنتش فضل مصدق لغايه ما ناس سالتني، انا كنت فاكر الناس بتهزر لغايه ما حد كلمني وسالني قال بجد لي والله، والله حد بجد سألوك والله. والله اتسالت فاروق هي البطوله الرسميه؟ هي بجد فعلا بطوله؟ بس انت جاي تهزر. والله العظيم يعني انا ده من الاسئله اللي انا عطلت قدامها يعني بالبلدي يعني مصطلح عطلت كده يعني. لازم تعطل طبعا. البطوله الرسميه فاروق انت متابع وكذا وفي فعلا دي بطوله فيفا؟ قلت لهم يا جماعه احنا بنهزر، يعني النهارده في حد هيجرؤ يستخدم ده؟ ما حدش ينفع يستخدم لوجو الاتحاد المصري بدون اسمه، ما ما حدش يقدر تجيبوا لنا يا يستخدم جماعه لوجو راجل الرابطه عمال بدون يقول لك اسمه. لوجوهات في الاستاد ولوجوهات النهارده، ما يعني تجيبوا لنا نفرج الناس الحاجه دي فالنهارده يعني، وتخليكم صاحيين معانا الله يخليكم. فالنهارده الفيفا قرر فكره لذيذه جدا ومختلفه. احنا زمان كنا بنعمل بطوله السوبر الافريقي الاسيوي ما بين ايوه، اتحادين، فيفا قال لا انا هعمل بطولات رسميه، بطل افريقيا يلعب بطل اسيا وهتبقى بطوله، مفيش احلى الفايز ان هيلعب. الاهلي يكون موجود فيها. طبعا طبعا نعم، النهارده الاهلي كسب افريقيا اسيا اوقيانوسيا نعم، وبيلعب النهارده كاس التحدي اللي هي تجاوز لامريكا الجنوبيه لان هو بيلعب بطل الامريكتين. نعم، فالنهارده خلاص يعني النهارده كان كاس الامريكتين، ديربي الامريكتين، الامريكتين. الامريكا الشماليه.